أهلا بكم. في حلقة الأمس تحدثنا مع فضيلة الإمام عن الأضحية وعرفنا هل وتسألنا معه هل هي سنة أم أنها واجب، كيف تكون الأضحية في شكلها الأمثل لأننا نقدمها إلى المولى عز وجل، وإلى آخر ذلك من الأمور المتعلقة بالأضحية. اليوم نتحدث مع فضيلة الإمام عن الصكوك وعن توزيع الأضحية. بداية أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم الإمام. بالأمس بعدما تحدثنا عن الأضحية نكمل اليوم هذا الحديث، وقبل أن نتحدث في مسألة صك الأضحية أود أن أسأل فضلتك، هل يعطى الجزار من الذبيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الجزار يأخذ من الذبيحة باعتبار الهدية أو الصدقة، نعم، لكن لا يأخذ من الذبيحة باعتبار الأجر. نعم نعم، ليس أجرا يعني، ليس أجر. نعم، فإما أن يكون هو متطوع، واحد من الجيران فقير مثلا وذبح، والسلام عليكم وعليكم السلام، خد أجر، قال لا أنا مش عايز أجر، فعطيته حتة لحمة هدية، أو عطيته الإهاب بتاعها اللي هو الجلد بتاعها هدية أو صدقة، ما جرش حاجة. يبقى إذا جمهور على هذا، لكن ما ياخدش الجلد كأنه أجر، كأنه أجر، ما ياخدش اللحمة الأحشاء كأنها أجر مثلا، خالص خالص. طيب كيف نتصرف في هذه الأمور، خاصة أن معظمنا هذه الأيام أو ممن يعيشون في المدن لا يعرفون كيف يتعاملون مع الجلود ولا مع الأحشاء ولا مع الرأس أو ما إلى ذلك؟ في جمعيات بتلم الحاجات دي كلها، وكان زمان وإحنا صغيرين وأنا عندي 5-6 سنين كده، كانت الإسعاف هي اللي بتقوم بالحكاية دي، وكانت بعد كده معونة الشتاء بتقوم بالحكاية دي تبع كانت وزارة الضوابط. طبعا الإسعاف مش فاضية تعمل كده دلوقتي، ومعونة الشتاء قفلت، فالمجتمع المدني هو اللي بيعمل كده، والمجتمع المدني في أي حتة الجمعيات العاملة بتعمل كده، بتاخد هذه الأشياء وبتبغها يمكن تلونها وتبيعها وتاخد فلوسها للفقراء. طيب في بعض الأشخاص بيعدوا في الشوارع في أيام العيد بيشتروا الجلود دي، ممكن يشتريها ب20 ب30 بأي شيء، هل المبلغ اللي هيخرج نتيجة بيع الجلود دي ياخده صاحب الذبيحة ولا يطلعه لله؟ الإمام مالك أجاز إن احنا ناخد الفلوس دي ونطلعها لله، ياخدها ويطلعها لله، ما ياخدهاش لنفسه، لأنه هو هيتاجر فيها، يعني هو مش فقير ولا حاجة، ده هو تاجر اللي هو بيجمع ده، مظبوط، فبيدفع 20-30% اللي هو يدفعه، لأن الذبيحة بقت بالشيء الفلاني مظبوط دلوقتي، فلما ياخد الفلوس دي يوديها لله، يبقى الرجل اللي ذبح اللي ضحى يطلع الفلوس دي يطلعها لله. نعم، نتحول مولانا الى فكره صك الاضحيه. نجد هذا الامر انتشر منذ سنوات ونراه دائما على ابواب المساجد قبيل عيد الاضحى. كيف ترى وتحبذ هذه الفكره؟ هل هي مقبوله؟ هل هي فكره تراها انها واجبه في هذه الايام تيسر على الناس؟ مع اتساع الخلق، مع ضيق المساكن، مع تفكك الحالة الأسرية والحالة الجيران والحالة المعرفة، ده في ناس عايشة مش عارفة اللي حواليها ولا عارفة توصل للفقير ازاي، في ناس تجيلي بتقولي فين الفقراء دول، احنا مش شايفينهم لانه قاعد في برجه العاجي مش شايف، فعلا هو صادق، لكن مفيش تواصل اجتماعي والناس كترت، وقلنا قبل كده مرة واثنين وثلاثة ان الناس اللي كترت دي هي سبب قلة الضبط الاجتماعي، ومن ضمن هذه القلة ان هو مش عارف يودي لحمته فين. فبدل ما نلغي هذه الشعيرة، وبدل ما الناس تتهاون فيها، فالمجتمع المدني بيقوم بهذه الشعيرة، فده احسن. في ناس بقى عندها، اللي عنده مزرعة، اللي عنده دوار كبير، اللي عنده فناء بيدبح فيه، وعايز الولاد يشوفوا معنى الأضحية ويشوفوا ازاي بنريح البهيمة، ازاي ان احنا بنقول بسم الله، ازاي مش عارف ايه حاجات كده، ثم التوزيع وما الى ذلك، ثم التوزيع وهكذا. نعم. فما فيش مانع،
نعم. إذا كان عنده الإمكانيات دي يبقى يفعلها. لكن القضية مش كده، القضية أنني مخير بين أن أدفع الصك أو ألا أفعل. لا، أدفع الصك والشعيرة تفضل موجودة والخير ينزل للناس. لكن هل لها شروط؟ وهي الصكوك. الصكوك ما هي، وهم الكلام ده بقى بنخاطب بيه الناس اللي بيروحوا يشتروا، اللي بينظموا، اللي بينظموا. نعم. يعني مثلا الجمعية الفلانية، العلانية، نعم، الكذا، إلى آخره. بيروحوا الصومال أيام ما كانت الصومال شغالة، بيروحوا استراليا، بيروحوا البرازيل، بيروحوا شيلي، بيروحوا الأماكن اللي فيها ثروة حيوانية فائضة. الرحلة دي بتوفر عليهم، لأنه بيشتري هذا النوع ب700 وهو جوه ب1200. فبرضو دي عملية بتظبط أسعار الداخل. أنا بدل ما أروح أشتري خروف فلاقيه ب2400 لأنه غالي جدا، بروح أشتري ب1200. ليه؟ لأن هذه الجهات استوردت من الخارج من ب700، يعني يبقى العرض والطلب ما يخليش الأسعار تقفز إلى فوق جامد أوي. فدي فكرة كويسة وحطينها هو في مكانها، إنها اللي يقدر على فعل الشعيرة علشان بقية المزايا بتاع هذا يعملها، إذا ما كانش يروح لهذه. طب بقول له إيه بقى؟ بقول له لازم تذبح في أيام العيد والتشريق، تشوف العيد بيأذن إمتى، تذبح بعديها لغاية آخر يوم من أيام التشريق، يبقى عندنا 4 أيام. لازم الذبيحة تكون سليمة، لازم الذبيحة تعدي وقت معين بحيث انها تكون ثقيلة. نعم، ده ذكرناه بالامس فضلتك، مسألة العمر والوزن. والوزن، نعم، وحاجات زي بالأمس بالفعل. نعم. لازم الذبح يبقى شرعي. نعم. وتذبح بهذا. نعم. ففي حد بيقول لي طب هم ذبحوا هناك بس هيجوا يوزعوا هنا بعدها. ما يوزع بعدها، ما هو ما فيش مانع من التوزيع بعده، ما فيش مانع من انه يوزع اللحمة بعد مضي العيد. الله، افرض ان انا ذبحت الذبيحة وما حطيتها في التلاجة وبعد العيد وزعت، هل يجوز هذا؟ يجوز. ايه اللي ما يجوز فيه؟ يعني دلوقتي كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي، الا فكلوا وادخروا، يبقى ممكن احطها في التلاجة لغاية ما استعملها او يجي اهلها. فانا عبال ما انقلها من شيلي ولا استراليا ولا كذا تاخد لها 3-4-5 أيام وبعدين اوزع، مفيش مانع. بل اني كمان اوزع طول السنة عبال ما يجي العيد الجاي. نعم. اكون خلصت. نعم. لان دي اطنان كثيرة وانا عايز اخلي الاسر دي تاكل لحمة كل يوم. طيب فكرة الصك، لما بنروح نقول مثلا بيرونا مثلا الصك في حدود 2000 جنيه مثلا مجازا، يعني هل انا شرط ان اسال انا مين هيشترك، كم واحد هيشترك معي في الذبيحه؟ لفضلتك قلت ان البدن بتبقى 7 أشخاص. 7 البقره او كذا. تذبح عن 7 هو كل التعليمات دي عنده. لان هذه الجهات قبل ما بتروح تعمل كده بتيجي تستفتي دار الافتاء. نعم. وبتقول لنا نعمل ايه. فبنكتب لهم حاجه وافيه ودليل كامل على هذا. نعم. واي مشكله يواجهوها يسالوا فيها، فتضاف إلى المعيار الذي وضعته دار الإفتاء. نعم. أن تكون سليمة، أن تكون في المواقيت، أن تكون كذا وكذا. فجت لهم فكرة، طب أنا ذبحت البقرة وذبحتها عن 7، لكن أنا ممكن أستبدل بالصدر بتاع البقرة ضعفه من الفخدين بتوع البقرة اللي ورا، يجوز ولا لا يجوز؟ ده ملك الله، وده في تنمية. بدل ما ارجع بمليون طن ارجع ب2 مليون. بدل ما اوكل 1 مليون اوكل 2 مليون. مظبوط. يبقى اذا مفيش بأس بكده، لانه لا، مفيش ربا هنا. دي كده مش حد تجارة مستفيد. مش ذبح يا مولانا، دي كده تجارة مش ذبح. بعد في تبادل. في تبادل. يعني يجوز هذا بعد الذبح. يكون هذا بدل من هذا. نعم. او استبدال. نعم. طيب البعض في هذا الامر ربما يلجأ الى الاستدانة،
بيقترض، مش يقترض لكن ممكن يستلف فلوس الأضحية عشان يقول والله ده أنا ضحيت، أو والله ده أنا شريت صك عشان أضحيه، يعني على سبيل ويفرح ويفرح ولاده على سبيل يعني المزاح معاك. ما هو القرض هو السلف يا عم. يعني انا احس مش قرض، القرض مشيت معايا بنك شويه، فقلت يعني مش والله هترمي في البنك عشان يشتري خروف يعني. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حكايه ان انا اقترض علشان اجيب صك، يبقى لازم ضامن ان في فلوس هتجيني مثلا، يعني بس ايه فك سيوله يعني. لكن اقترض بحيث ان ذمتي يجي فيها الألف ومتين ولا الألفين جنيه اللي هحطهم في الصك وبعدين يا عيني مش هقدر أسدد، ما يرضيش ربنا الكلام ده. لكن اللي يرضي ربنا إن الشغل بيقول لي أنا هديك 1500 جنيه، قلت طب كويس هاتوه، قال لا بعد العيد إن شاء الله. خلاص أنا ليا مكافأة سهر، خارج دوام، مش عارف إيه، بعد العيد أنا هقبض 1500 جنيه. ممكن يا عمرو تديني 1200 اشتري الصك عشان كذا، وال 1500 ان شاء الله اول ما يبقى يسدد حاجه زي كده يعني، فك سيوله يعني، يعني انا معايا بس فك سيوله، فده جائز. لكن يقترض كده مطلقا يبقى بيكلف نفسه ما لا يطيق. طيب في حديث شريف روي ان عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله، يا رسول الله هل استدين واضحي؟ قال نعم، فانه دين مقضي. ده حديث ضعيف، ضعيف ضعيف جدا. نعم. طيب حكم طرح سكوك الأضحية بالتقسيط؟ يجوز، لأن الأضحية فيها بيع وشراء، والتقسيط عند جماهير العلماء معمول به والفتوى مستقرة عليه. نعم، إذا يجوز بالتالي أن تكون بالتقسيط، أن يكون قد الأضحية بثمنها بالسلف أو بالاستدانة. معلش أنا أكرر في هذه الجزئية، بحيث نعم. بحيث أن يكون أن تكون مضمونة، مضمون عائد للرد وليس تكليف ما لا يطاق. نعم. يعني يحمل نفسه أكتر من اللازم. نعم. طيب فكرة أيضا الناس تتحدث عن الذبح خارج البلاد، هناك في حالتين، إما في حالة الصكوك وفي حالة من يعيشون في الخارج. بالنسبة للمصريين الذين يعملون بالخارج ربما يستطيعون أن يضحوا، ولكن في الخارج في بعض الدول العربية والغربية الفقراء ربما يكونون قليلين، وهنا كثير من الفقراء من أهلهم ومن الأقارب والجيران، فهل يبعثون بثمن الأضحية ويضحي أهلهم هنا في الداخل أم لا؟ نعم، وعلى نفس الشروط، إذا كان أهلهم عندهم دوار وحديقة ومزرعة وكذا إلى آخره، هم نفسهم يذبحوا نيابة عن أولادهم وإخوانهم اللي هناك، أو إذا ما كانش يبعث لجهة الجمعيات دي علشان تذبح عنه بالصكوك. كذلك الجمعيات التي تذبح في الخارج زي ما حضرتك ذكرت، من الممكن أن تذبح خارج البلاد وتأتي حتى بعد عيد الأضحى وتوزع. هو اقتصاديا لازم يعمل كده، لازم يذبح هناك ثم يأتي باللحم على هذا، لأنه علشان يدخل في البلد آلاف قطعان الروس، ما هو بيحصل استيراد يا مولانا، استيراد روس حي، ولذلك ليها شروط وليها تكلفة وليها طريقة. لما يجي هتدخل لازم نكشف عليها أحسن يكون عندها فيروس طبعا. من نمرة اتنين تكلفتها أكتر من أنك تشيل لحم، اللحم ده سلعة لكن الحيوان ده روح. ونمرة ثلاثة مش اقتصادية، لأنه حضرتك أنت عارف لو أن احنا استوردنا بالطريقة دي الحاجة دي، نتكلف لنا في خلال 15 يوم 50-60 مليون جنيه أكل وشرب البهايم دي. طب وبعدين لا يروح يذبحوا هناك، يذبحوا هناك ويجيبوا لحمه بس، ويجيبوا لحمه. هل حضرتك شايف ان فكره الصكوك دي اللي الحمد لله الجمعيات الخيريه وجمعيات اهل الخير هي الحمد لله منتشره، هل ترى ان فيها فائده تكاد تكون مثل او اكبر من ان اذبح بمفردي وعن نفسي، من حيث فائده من سياكل ويستفيد من اللحم؟ ما انا عايز برضه يعني نؤكد بخصوصيه كل واحد. يعني أنا أستطيع أن أنا أذبح عندي في الدوار، عندي المكان، عندي المكان، ولكن كم واحد عنده مكان، كم واحد عنده وقت، كم واحد عنده خبرة، كم واحد عارف الناس اللي حواليه. فأنا ما أقدرش أبدا أقول لدول أن ده زي ده أبدا،
ده حاجة وده حاجة. للي يقدر. اللي يقدر يعني وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، نحتال لفعل الخير. طيب بعد الفاصل هسأل فضلتك على أن نشهد الأضحية ونكون واقفين على إيد الجزار وهو بيذبح، ما فضل هذا الأمر وفضل من يضحي لله سبحانه وتعالى؟ بعد الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا. أصحاب الريادة في مشروع صك الأضاحي بعد المملكة العربية السعودية. الحقيقة بدأنا هذا المشروع في مصر الأول، كنا بنأجر المجازر الحكومية الآلية والقطاع الخاص ومجازر القوات المسلحة، وكنا بنذبح فيها الصك البلدي. ونظرا لعدم تواجد مجازر آلية كتيرة جدا في مصر، فوزادة الطلب علينا وثقة الناس فينا عشان يضحوا، فإحنا بدأنا نسأل دار الإفتاء المصرية إن إحنا نذبح في أستراليا والبرازيل والسودان وأثيوبيا وكينيا والهند، فقالوا لنا يجوز. يعني في ناس اللي بتعترض دلوقتي ولغاية السنة اللي فاتت، يقول لك إيه، أنا لازم المضحي يشوف الأضحية بتاعته، يعني يقف ويشوف حدر الدم ويشوف الحاجات دي كلها. إحنا بنعلن ده وبنقول للناس وهي بتشتري صكوك إن إحنا بنذبح في المجازر الآلية في مصر في المناطق الفلانية. اتفقنا مع شركات بتصور الذبح فيديو في البرازيل وفي أستراليا وفي نيوزيلندا وفي السودان والحاجات دي كلها، وننزله على ويب سايت بتاع البنك ونقول لهم فرق التوقيت دي، وتقدروا تتابعوا معنا الذبح في وقته والحاجات دي كلها. فكل العملية بشفافية وبتتعمل قدامهم وكده. تاني حاجة بنقول لهم التوزيع ده تم ازاي والحاجات دي كلها. احنا عندنا نوعين من صك الأضحية، صك المستورد والصك البلدي. الصك البلدي طبعا من شرط، في شرط للسن، سواء تتباحي خروف او تتباحي عجل، في شرط للسن في ان هو يكون خالي من الامراض الزهرة والحاجات دي كلها. تاني حاجة الاضاحي البلدي، احنا عندنا مزارع في بنك الطعام المصري بنربي العجول سواء الجاموسة او البقري، وبناخد منها، ولو احتاجنا زيادة بنشتري من الاسواق او من المزارع الكبيرة جدا في مصر يعني. لكن الصك المستورد طبعا لان هناك هم عندهم الاعلاف رخيصه جدا، مراعي خضراء طول السنه سواء في البرازيل او في استراليا او في السودان او الحاجات دي كلها، فما باكلوش علف، فالاسعار عندهم رخيصه. الميزه اللي احنا بنعملها ان احنا بنذبح وبعدين بتدخل مرحله تشميع وبعد كده تشفية وبعد كده بنجمدها وبعدين تبعت في عربيات مبرده مجمده يعني عشان تحافظ على اللحمه وجودتها لغايه ما توصل لاقصى الصعيد لاقصى حلايب وشلاتين. والله مجهود رائع بتقوم به هذه الجمعية وبيقوم به غيرها من الجمعيات الخيرية اللي بتقوم على هذا الأمر. مولانا تعليق فضلك على ما رأينا الآن. كل شوية في ضربة، يعني لما بدأنا بنك الطعام المصري مع إخواننا نيازي السلام ومعاه إخوانه، الكلام ده كان من 7-8 سنين. صحيح. كل يوم في خبرة. فلما يجي يقول لك مثلا طيب قلنا بقى اتفقنا مع بعض شركات الميديا ان هو يصور اثناء الذبح هناك، يقول لك انا عايز اشوف ذبيحتي. أيوه. انا مش تدخل. ده هنا محاولة لاستفادة بوسائل العصر وتقنياته لان احنا نعمل هويتنا. انا عايز اشوف الذبيحه بمزاجي كده، لو هتمسك بالاشهاد انا عايز كده. حتى من غير وجود شرعي لمثل هذا. انا هويتي كده، تربيت كده وعايز اعمل اللي تربيت عليه. طب ما هو ممكن ونعمله على السايت ونشوف فرق التوقيت ونخليهم هناك في نفس فرق التوقيت يعملوه حاجات لطيفه ومجهود كويس. لاحظنا حاجة وما ذكرهاش الأخ اللي ظهر، رضا سكر. نعم، الأستاذ رضا سكر. رضا سكر إنهم جايبين علب اتعامل بيها الأضحية. مظبوط.
بطاطس باللحمة ومكرونة باللحمة ومش عارف ايه باللحمة ولانشون. الحاجات دي بتروح لأكتر من من 15 مليون بني آدم بيأكلوها دي. 3 مليون أسرة. والأسرة 5 يبقى 15 مليون. إحنا عايزين نقضي على الجوع في مصر. طب ما يقضى ما ربنا بعته الأضحية علشان حديث لو أنت فاكر عملنا حديث زمان عن الجار. صحيح. وقلنا صحيح. والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان. صحيح. المعاني دي لازم ترجع ولازم نفهم إن هي دي يعني الحاجات. الدنيا بتتطور. المؤسسة اللي كان فيها الضبط الاجتماعي اتسمت بعد كده بالحسبة. وبعدين اتسمت دلوقتي بالمرور ومفتش تموين. ما هي دي الحسبة. بس اتطورت الصور بتاعتها. فأنا عايز أحافظ على هويتي ومش عايز أغيب عن عصري. والاتنين دول ييجوا بمثل هذه الأفكار. وكل سنة بتعلم أكتر وبضيف أكتر. بس في اتجاه إقرار واستقرار الهوية. طيب مولانا يعني احنا شفنا مثلا الصك البلدي ب 1200، الصك المستورد ب 700. هل يدفع ال 1200 او يدفع ال 700؟ معنى كده ان هو خلاص ضحى ادى اللي عليه، في حين احنا عارفين ان سعر الخروف مثلا ممكن دلوقتي اعتقد هيبقى فوق ال 2500. فايه 1200 ده كده نص خروف. هو اللي بيحصل فيه حاجة بنسميها الوفورات الداخلية. في الوفورات نوعين، خارجية وداخلية. الوفورات الداخلية تعمل الفرق ده. بنوفر في بعض البنود لا يعني نمرة واحد، أنا بروح أشتري من تاجر موجود في سوق تجزئة التجزئة. تمام. فبدفع 2000 كسبان هو منها كام؟ مظبوط. كسبان 300 جنيه. طيب ومتكلف كام؟ متكلف 200 علشان يجيبها من تاجر التجزئة الكبير. مزبوط. اللي جايبها من تاجر الجملة، اللي جايبها من المربي. المزرعة أو المربي. طب والمربي باعها بكام؟ باعها ب 700 مسكين. ال 700 أضيف إليها النقل 200 جنيه، وأضيف إليها نقل تاني 200 جنيه، وأضيف إليها نقل تالت 200 جنيه، بقينا 600، بقينا 1300. وال 700 اللي هي ما بين 1200 دي الى 2000 ارباح الناس دي. صحيح صحيح. لكن انا باجي وبروح للمربي مباشره وبقول له انا هشتري منك المزرعه دي كلها، تبيعها لي بكام؟ فقال لي ابيعها لك ب 700 800 كلها، كل الروس كده. طب هننقل ده هنا وهندبح وهنعمل، تبدا تتكلف كام وما تطلع 1200. تمام كده، اشكر فضلتك. قال لي انا ما كنتش فاهمها. فده بيسموها ايه؟ الوفورات الداخليه. الوفورات الداخليه حتى هو قالها بتجاوب على سيادتك برضو او على المشاهدين. قال واحنا عندنا مزارع في السكه كده. قال وعندنا مزارع وبنربي. باجي بقى مزارعك دي بتديني بكام؟ ب 700. والتاجر الكبير وعلى طول وبعدها قال ايه؟ قال وبنشتري من الاماكن الكبيره. من الاماكن الكبيره. من مزارع كبيره. المزارع الكبيره بتبيع ب 800 900. المجموع كام؟ الخروف من هنا وخروف من هنا، او خروف من هنا وخروفين من هنا. ما هو اشوف بقى قد ايه، انا تلت وتلتين ولا حسب العدد. 700 و800 و800 يبقى 2200، تقسمهم على 3 عشان تجيب المتوسط وهكذا. فلما تعمل العمليات دي تلاقي انها 1200 مظبوط، لانه دي اسمها الوفورات الداخليه. تمام. لما ادفع ال 1200 او ادفع ال 700 او ايا كان ثمن الصك سواء بلدي او مستورد كده، انا اديت كل ما عليا تجاه تماما تماما. وكذلك في الحج، واحنا في موسم الحج الهدي كذلك. تروح تشتري من عند البنك الفلاني او من عند المنظمه الفلانيه او كذا، وكأنك خلاص. وده التنظيم الحديث للاوامر الشرعيه. طيب
فضل الإمام في حديث شريف أرجو حضرتك أن توضح مدى صحة هذا الحديث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، يقول لها: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها. نعم. ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ بمعنى أنه لابد أن تقوم وتشهد، هل هذا إلزامي أم أنه أمر مندوب؟ هذا الحديث حديث ضعيف، ضعيف غاية في الضعف، ولذلك نص بعض العلماء على أنه موضوع، يعني ملوش أصل إطلاق. لكن في الحقيقة أنه هو يعني أخرجه عدة من الناس، منهم الحاكم ومنهم الطبراني وهكذا، لكنه حديث بالجملة سند واهي جدا. نعم. هل أيضا يحصل الثواب في مسألة أن يغفر للإنسان بكل قطرة من دم الأضحية؟ هل يحصل، هل هذا الجزاء والثواب هل هو ثابت صحيح أم أنه أيضا موضوع؟ لا يعني ما وردش كده، لكن أملنا احنا في الله كده، إنما ما وردش كده. لا ما وردش يعني متناقل أو متداول بهذا الشكل. لا ما هو خلي بالك هو ورد، نعم ورد في الجملة لكن ما وردش في الصحيح. نعم. يعني هو لما الحاكم يخرجه ولا البزار ولا الدارقطني ولا كذا إلى آخره، الحقيقة أنه الناس دي وهي بتخرجه يعني موجودة هو موجود في كتبنا، لكن مش بصورة صحيحة، مش بصورة صحيحة. فالحديث ده أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي لكن بأسانيد واهية جدا ضعيفة. بعض العلماء معنا في مسألة السكوك، مسألة 1200 و700 والكلام ده، حذروا وقالوا لا خدوا بالكم ده الكلام ده نصب، ان مش ممكن يكون منطقي، ان معلش هرجع تاني نفس الجزئيه تاني، ان مش ممكن يكون اسعار الخرفان او الكلام ده 700 جنيه و1200 جنيه، فبيحذروا الناس من هذا الامر. جاهل، ما هو شغال في السوق ده ولا هو عارف هو فيه ايه. تمام تمام، ما احتكش بتوفير هذا الامر. جاهل الحال. لانه هو اللي حاصل انه لما بنروح للبلاد دي، بلاد اللي قلت لحضرتك عليك ذات الثروه، من امريكا الجنوبيه لافريقيا الهند لاستراليا، لاستراليا صحيح، البلاد دي بيتعرض عروض غريبه الشكل. يعني انت بتقول هنا قد تكون الذبيحة وصلت الى 2000 جنيه اكتر، هناك ممكن تلاقيها ب200 جنيه. ليه؟ لانه عايز يتخلص من القطيع ده، من الزيادة اللي عنده، من الزيادة اللي عنده. ثم انه اللي بيحصل ايه عشان بس الناس تفهم هو ليه بيعمل كده. حضرتك في جدول لتربية الاغنام وتربية البقر وتربية كل حاجة. البقرة بتزيد، تتولد عندها 40 كيلو وتفضل تزيد كده إلى 650 كيلو. لو استمرت عنده بتنخفض ال 650 كيلو، بكرة تبقى 630، كمان شهر تبقى 600 بس، فده أنسب سنه أنسب وزن للذبح. طيب باجي بقول له يعني عايز اشتري 1,000,000 طن. 1,000,000 طن ده، طيب انا عندي الوزن ده بتاع ده هو 100,000 راس اهم، هتشتريهم مني دلوقتي؟ قلت له هنوزن. فلما بيوزن بتطلع دي كام؟ 650. مظبوط. فبيجي ابيع بكام بقى الكيلو؟ قايم، بيسموه كده، يبيع قايم. بتبيع الكيلو وهو قايم ب10 جنيه. نعم. وهو لما اذبح الخروف وبيعه بقى لحمة هبيعه ب70 جنيه. ليه؟ لان الخروف القايم ال50-60-70 كيلو، ال100 كيلو بيطلع لي 22 كيلو بس. ففي القايم لازم يكون ارخص. فباجي للخروف، انا اللي يهمني ايه في الاضحيه؟ النفر، الخروف الواحد. نعم. فباجي وانا بشتريه قايم ما بشتريهوش ب70 جنيه، ده انا بشتريه ب10 بس.
علشان هو قايم وعلشان كله ده اللحمه بتاعته هتصفي. نعم صحيح صحيح. فبوزن ده على 650 كيلو اقول طيب يبقى ب 6500 البقره. والبقره عندنا هنا تفوق ال 12000. ال 650 دي انا بقى بجد اقول له انا عايزها ب 5500 بس. يقول لي ليه؟ احنا مش متفقين على 10 جنيه؟ قلنا له متفقين وهو ب 6500 بس انا هدفع 5500 حالا. وكميات. وكميات. ولا امشي؟ يقول لي لا ده انت لو مشيت هتبقى مصيبه. لان ال 6500 هنخفض الى 5500 كمان شهر واحد. صحيح. نمره اثنين. هوكل البهيمه دي عشان تعيش. نمره ثلاثه هتشغل لي المكان ومش هعرف اجيب القطيع الثاني اللي انا عندي في الغابه. نمره اربعه خد يا عم بال 5000 ادفع بسرعه. ادي اللي بيحصل. ده بيع وشراء وتجاره. احنا بس مش عارفين الحقيقه. لما واحد يجي يقول لك انا والله شكلها كده، لا احنا مش بنشتغل في شكلها كده، احنا بنشتغل بالورقه والقلم. صحيح. هو ده التجاره وهي دي التربيه بتاعت المواشي وهي ده التجاره شطاره. نعم صحيح. التجارة شطر. طيب سؤال أخير مولانا في هذا الأمر، في بعض المساجد في الأحياء مثلا بيبقى حاطين اليافطة بتاعت صك الأضحية، أروح للمسجد ده وفيه طبعا خير وفي القائمين عليه ولا أروح لجمعية كبيرة؟ هي هي مش هتفرق. هي هي طبعا. أي حد بس المهم يكون مؤتمن. والائتمان هنا جاي في الإدارة والتجربة. نعم. دي إدارة كبيرة، إدارة في الشراء، إدارة في الدبح. نعم. إدارة في التوزيع. لذلك شوف الاخ اللي تكلم بتقول لي رضا استاذ رضا السكر. فبيقول ايه؟ بيقول بعد كده هنشمع ونشفي. أيوة. يعني حافظ بقى خلاص يعني حافظ البتاع. لكن واحد طرقت في ذهنه فكره كده. أيوة. وهو ما عندوش اداره وما هوش عارف يشفي ولا يشمع ولا يعمل حاجه. يبقى ده في مخوف وهو كمان غلطان ان هو حط نفسه في حاجه لا يتقنها. طب سؤال اخير بقى عشان عارفين ساعات في ناس ايه، انا اسف يعني بتستنصح قوي، يقول حضرتك ايه؟ طب مش عرفني بقى ان هو مذبوح على الشريعه الاسلاميه. لان وانا بذبح في الهند ولا في تشيلي. كل الجمعيات بترسل مندوبين مقيمين. نعم. مندوب مقيم مش بالتليفون. ده بيسافر وبيتفق وبيتاجر وبياخد وبيذبح على ايده وبيذبح في مذابح معينه. اصله تركيبه المذبح مختلفه. التركيبه الاسلاميه ومعاها التركيبه اليهوديه هي هي. صحيح. المقصله بتيجي من تحت. من تحت الذبيحه. لكن التركيبه الاوروبيه والامريكيه من فوق. وده نرفضه احنا واليهود. اليهود لأنهم تمكنوا والعياذ بالله تعالى من العالم من ساعة هتلر، سمع لهم وسمح لهم أنهم يوجدوا المذابح دي. فإحنا بنستغل المذابح اللي موجودة لأن أصبح خلاص نوع معتمد أن المقصلة تبقى من تحت. ولذلك بنروح ونعمل الحدوته دي هناك بالطريقه الفلانيه دي. نعم نعم. اذا لا شك في هذا الامر. نعم. اشكر فضلك شكرا جزيلا. نخرج الى فاصل اخير في حلقتنا ونستكمل بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مشاهدينا ونتحول الى اتصالات حضراتكم. البدايه مع الاستاذه ايمان. اتفضلي يا فندم. الاستاذ وحيد، عفوا انا اعتذر لحضرتك. استاذ وحيد اتفضل يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا يا فندم. فضيلتي الامام لو سمحت انا عندي سؤال. انا بقالي حوالي 3 اسابيع اسمع الاذان في ودني باستمرار في غير اوقات الصلاه. أنا الحمد لله بأدي صلاتي وبأديها في موعدها والحمد لله مأدي فرايدي كلها. فهل في تحليل أو تعليل للكلام ده؟ حاضر يا فندم. الجزء الأخراني من الأذان. هي على الصباح هي على الصباح.
وبصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نعم نعم حاضر يا فندم. هل في اي شيء تاني متعلق بهذا الامر او سؤال اخر يا فندم؟ لا بالنسبه لي ده اسرائيلي. حاضر يا فندم بارك الله فيك استاذ وحيد، شكرا لحضرتك. استاذه ايمان اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين حضرتك. السؤال الاولاني هل في ورد مثلا انا بعمله يوميا بقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ومثلا 100 مره اللهم صل على سيدنا محمد 100 مره، فهل مفروض ان انا اقول اللهم صل على سيدنا محمد اقول عليه الصلاه والسلام، ولا انا اكتفي باللهم صل على سيدنا محمد 100 مره وخلاص لازم ارجع اقول عليه افضل الصلاه والسلام كل مره كل بعد كل مره؟ نعم حاضر يا فندم. سؤال. نعم السؤال الثاني الشقه في شقه يعني بتسكن فيها اختي لوحدها بقى لها اسبوعين حاسه ان الشقه تقيله ريحه تقيل، يعني كل ما تخرج من اوضه او تدخل في اوضه تحس ان في حد موجود، هل ده موجود فعلا؟ هل الاحساس ده ممكن يكون صح ولا لا؟ انا قلت لها والله قران طول الليل والنهار، يعني هل ده صحيح ولا ده احساس ممكن يبقى حاجه كده؟ حاضر تحت امر حضرتك. استاذ علي اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله هو سؤالين متصلين ببعض بعد اذنك. تحت امرك يا فندم. الامر لله. يعني لمتى الاب يفضل يصرف على اولاده يعني سواء ذكور او اناث؟ نعم. يعني لغايه سن كام ولا يخلصوا دراسه ولا ايه بالظبط؟ حاضر يا فندم. سؤال على الاطلاق يعني. السؤال الثاني خاص شويه برضه خاص بيه. يعني كنت بعيش الاولاد والزوجه في عيشه راغبه وكده، دلوقتي الاحوال يعني بقت على قد شويه والزوجه غنيه لكن ما بتصرف حاجه، كله يبقى على الزوج وبتأيد في نوته وكده، الاولاد تصرفاتهم معايا بقت مش كويسه والزوجه منفصله عني تماما من 5 سنوات بس بنعيش مع بعض، فانا يعني قلت على نفسي ان لما الاولاد يخلصوا الدراسه يعني اطلقها ونسيب البيت. فدلوقتي انا لو عملت كده وفي نفس الوقت الشقه باسم الزوجه، لو انا عملت كده ورحت عشت لوحدي وكده اكون قاسم يعني بالنسبه للاولاد؟ هل يعني في اولاد وفي بنات، هل اكون قاسم هم كلهم خلصوا الدراسه ويقدروا يعملوا كده يعني؟ شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا استاذ علي. استاذه ليلى اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزه اسال حضرتك بخصوص حاجتين. اول حاجه سؤال متعلق بحضرتك مش متعلق بيا، انا عارفه ان حضرتك كنت الشيخ السلطان حسن، وانا متخيله ان الحوار المجتمعي اللي احنا فيه ده والقصه اللي بتحصل والناس ما بتحترمش اراء بعض وكل واحد يبقى شدد وكده، متهيألي من ضمن الحاجات اللي ممكن تعالجه حاجه زي احترام المذاهب المختلفه واحياء مدرسه السلطان حسن، محضره طبعا اضرب السلطان حسن والحياه الثقافيه المحترمه اللي كانت بتتعمل. هل في احتمال او مشروع قائم مثلا لاحياء السلطان حسن ولا لا؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني متعمق ليا انا بقى شخصيا. انا دلوقتي طبعا في ازمه كبيره شويه لان انا طلبت طلاق من زوجي، والموضوع متعلق بموضوع حلقه النهارده، الموضوع متعلق بانه انا احنا متجوزين بقى لنا 3 سنين وعندنا بنت ما كملتش سنه، وانا لاحظت في الـ3 سنين انه هو فعلا بيضيع حياته تماما زي ما كان استاذ عمرو سال حضرتك في الحلقه، الفروض مش بيعملها، يعني مثلا هو مش بيصلي بيلعب بلاي ستيشن مثلا لحد الصبح اصحى الساعه 9 10 11 الاقيه لسه صاحي من بالليل، مثلا في رمضان مثلا ممكن ينام اليوم كله واصحيه يصحى بعد الفطار. فانا قررت انفصل عنه لانه مؤخرا كمان هو ظروف شغله بتخليه يشتغل من البيت، فابتدى يتحكم في كل كبيره وصغيره، فانا بقيت لاقيه نفسي انا مش عارفه امارس حتى دوري كزوجه ولا كام، ومتضايقه جدا وحاسه بضيق شديد وحاسه ان احنا حتى ما عندناش، يعني الكلام ده الازمه دي ممكن تحصل مثلا لزوجين بقالهم فتره طويله يطلع عن معاش يتحكم في حياتها بس يكون عندهم رصيد من العشره والمواقف الصعبه اللي عدوها مع بعض وكده يخليها تستحمل، لكن انا ما لحقتش اعمل معاه الاسس الزوجيه دي، فانتفت العلاقة الحميمية وانتفت الصداقة وانتفت الاحترام واخر حاجة انتفت الثقة وبقى كأنه حاجر عليا كأني سفيه. فأنا عايز أعرف هل أنا بظلم نفسي أو بظلم بنتي لما بطلب الطلاق منها؟ هو ده سؤالي الثاني. شكرا جزيلا. حاضر يا فندم بارك الله في حضرتك يا أستاذة ليلى، شكرا جزيلا لحضرتك. مولانا فيما يتعلق بالأستاذ وحيد مسألة سماع الأذان الجزء الأخير منه في غير وقته، هو ده بيحصل إذا تعلق القلب
بشيء ومتجد الإنسان يحدث له مثل هذا، فيسمع وهو بيقول ده أنا بسمع بصوت مؤذن معين يمكن عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، فهو متعلق به ولذلك بيسمع وبيقول بسمع مقطوعة بس حي على الصلاة حي على الفلاح، ومتعلق بهذا. هذا التعلق لا بأس به. وأنا عايز أقول له الأخ وحيد إنه دي ما هياش من الأشياء اللي بنروح ليها للطبيب علشان، وعلى فكرة فيه حاجات توديها، لكن ما حلوة يسمع الأذان يعني يسمع هذه الأشياء من جواه. بيحصل ده كثيرا جدا وبنسأل عنه كثيرا وبنقول مررها سيبها. وعلى فكرة بتروح بالزمن يعني بعد مدة كده تلاقيها فضلت تخف تخف لغاية ما تروح. طيب اسمع لي مولانا، ناخد إيمان الشق السؤال التاني بتاعها، أنا آسف، بتسمع أختها بتسمع حد موجود معها في الشقة كأن حد بيندهلها؟ لا ده معلش بعد إذن حضرتك الجزء الأول أهم، وهو بتقول أنا بقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله، لازم أقول بقى بعدها صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا العلماء اتكلموا كلام طيب جدا في البسملة، وتجيب على سؤال أختنا إيمان. بسم الله دي عبارة عن بقولها لكل أمر ذي بال، أجي أكل أقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. طب بسم الله نفسها هل علشان لأنها أمر زبال أبدأ قبلها بالبسملة؟ قالوا لا، وإلا بسم الله اللي هي قبلها دي أبدأ تاني بالبسملة مش هتنتهي، ومش هتنتهي بقى. لا. أقول لا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، بتعمل كده ليه؟ قبل بسم الله قال ما هو كل واحدة اللي هي البسملة بتاعت اللي بعدها. نعم ولذلك هنا لا، الصلاة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا أبدا ما تقوليش صلى الله عليه وسلم بعدها، ما أنت بتصلي على النبي اللهم صل على محمد. هو هذا محمد. الشعور ده بتاع أن أنا أدخل فحس إن كأن في حد معايا حد مراقبني، شعورات نفسية، وشعورات نفسية ممكن تروح باشتغال القلب، تقرأ آية الكرسي بس مش فبتقول لها اقري القرآن للنهار، لا تشغل القرآن في البيت ولا حاجة، لا آية الكرسي بس فقط لا غير، تلاقي انها حست باطمئنان. واخد بالك ازاي؟ فده هو القضية. طيب عفوا مولانا، الناس اللي بتشغل القرآن بالليل وبالنهار سواء كانوا موجودين او مش موجودين، صحيين نايمين مركزين مش مركزين، عشان يطرد اي روح شريرة القرآن بركة. نعم القرآن بركة لوحده كده يعني، فأنا لا أستطيع أن أنهاهم عن فعل البركة، لكن كمان ما نشعيزهم يدخلوا في دور له أي علاقة بالوسواس، إن هو لو بطل القرآن ده هتضيع الدنيا مثلا. لا 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 ما مش موجود كده إطلاق، لكن كل واحد مشغل القرآن وتعود على كده وبيحب كده ما فيش مانع، القرآن بركة فما أقدرش أقول له ما تعملش، لكن أقول له اوعى توسوس، اوعى تفتكر انه تتشائم لو القرآن قفل، لو النور قطع، لو النور قطع او كذا، لا 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 يعني. اطلاقا مفيش اي تشاؤم لانه لا شؤم في الاسلام. نعم. الاخ علي بيقول الى متى يصرف الاب على ابنائه؟ شرعا يصرف الاب لغاية امرين، اما انهم يكبروا على حد البلوغ، وإما إنهم يستقلوا بالعمل أو يغتنوا. افرض إن ابني أمه ماتت فورث منها الشيء والشويات، أم هو اللي يصرف على نفسه، ما لا يجب شرعا. جينا لما جينا في العصر الحديث وبقى في جامعة وبقى في جواز وبقى في كذا إلى آخره، يبقى يصرف إلى حد الاستقلال. وإمتى الولد بيستقل عن نفسه أو يمكن أن يستقل، لأنه ممكن يستقل فعلا ممكن يستقل بالقوة؟ في التخرج، فهو بيقول أنا ربيت ولادي وخرجتهم من الجامعة، كده انتهى الوجوب. طب اللي فوق كده؟ لا اللي فوق كده بالمعروف هو زعلان قوي من ولاده، وزعلان كمان أكتر من أمه زوجته، وبيقول والله دول لا بيعملوني كويس ولا بيحترموني، والست
منفصلة عني جسديا نديلها 5 سنوات والحالة يعني مش لطيفة يعني. فأنا نوية الله حرام؟ لا مش حرام، يغني الله كل من سعته، والشقة باسمها فهتاخدها، فأنا ماليش دعوة بيها. ماشي، روح شوف لك مكان تقعد فيه ويغني الله كل من سعته. وبالرغم من كده، وده احنا قلنا بوضوح ان ده ما فيش حاجة، الا ان احنا ما بنفضلش ابدا حكاية الطلاق، وما بنفضلش ابدا انفصال الاسرة، وبنقول قدامنا آلاف الخطوات عبال ما نجو قبل هذا الخطوة، قبل هذه الخطوة وقبل هذا التجرب. الأخت ليلى عايزة تحيي مدرسة السلطان حسن. السلطان حسن ابن قلاوون لما بنى المسجد ده بناه على الأربع مدارس اللي هي الشافعية والملكية والحنفية والحنابلة، وفيه المدارس دي لغاية دلوقتي. وأنا عندما أمسكت السلطان حسن سنة 98 أعدت إليه بعض من هذه الفعاليات، وهو الآن فيه مدرسة الآن تشتغل، وحتى حاولنا أن احنا ندخل فيها تحفيظ للقرآن، حاولنا أن احنا ندخل فيها تحسين للخطوط العربية، وفيها أيضا فقه، وفيها أيضا دروس تتعلق بالحضارة وبالفكر وبكذا إلى آخره. فهو فعلا الان موجود او شغال. طيب يا استاذ رجل الابشري، نعم، طيب زوجها لا يصلي وسيء الخلق معاها، فهل تطلب منه الطلاق؟ برضو بنقول لها خراب البيوت مش لطيف، لكن ربنا خلق الطلاق. يعني عايز اقول ما الواحد ما يروحش ينتحر بقى وكده، لا انا في حل، فما تنتحرش ولا حاجه، ولكن حكاية الطلاق دي عامل زي العملية الجراحية، نلجأ إليها آخر العلاج الكي. بارك الله فيكم مولانا. أخيرا قبل أن أودعكم، سؤالنا على الفيسبوك، هل تؤيد أداء سنة الأضحية من خلال الصكوك؟ بعض من إجاباتكم كانت كالآتي. الهادي بيقول أيوة، لأن المفروض أن الصكوك دي بتروح في مكانها الصحيح. نهى فوزي بتقول يا ريت تكون حلال علشان إحنا في غربة ونفسنا نضحي في مصر لأنها محتاجة أكتر من هنا. أحمد البدوي بيقول أؤيد، ولاء بتقول لا أؤيد. هذا كان من بعض من إجابات حضراتكم. بشكر حضراتكم على التواصل اللي كان من خلال فيسبوك أو تويتر أو الاتصالات الهاتفية أو من خلال SMS. طبعا كل الشكر لفضيلة الإمام العالم الجليل الدكتور علي جمعة. بارك الله فيكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وحضرتك بألف خير. إلى اللقاء غدا بإذن الله. Thank you.